غزان سنار اسم يحفظه السودانيون عن ظهر قلب جيلا بعد جيل، إذ ظل لما يقارب القرن من الزمان يضخ مياهه من نهر النيل الأزرق إلى ملايين الأفدنة في أكبر المشروعات في القارة الإفريقية، مشروع الجزيرة. لكن ارتباط خزان سنار بسد الروسيرس الواقع في مرمى سد النهضة سيجعل من الحتمي إحداث تغييرات في آلية التشغيل. لازم أنت تعرف التغيرات على أساس أنك تقدر بعدك تضع الخطط الاستراتيجية لمعرفة كمية المياه الواردة حسب حتى يتم تشغيل الخزان بالصورة المثلى. الروسيرس وسنار سدان على نهر النيل الأزرق يشكلان العمود الفقري لمشاريع الري الانسيابي القائمة، بل والمنطلق لأي تفكير مستقبلي في التوسع عبر الرقعة الزراعية المحيطة بهما، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية النظيفة. عندي مشاريع داري أنشئها، لما نعرف تد النهضة حيشتغل السنة الجاية والبعدها والبعدها، وخط التشغيل بتاعه ومنحنى بيسموه المنحنى بتاع التشغيل بتاعه الدائم لفترة بتاعت 4-5 سنين، بقدر أخطط مصادر مياه تحتها واستفيد منها. أي معلومات في هذا الصدد تمكننا من مراجعة البرنامج التشغيلي الحالي لكل سدود سودانية، وهي ممكنة وسهلة، فقط غياب المعلومات يجعلها صعب. عروة، يقول المختصون إن كمية المياه التي تحتاجها لا تقبل المساومة أو النقص لاعتماد الأراضي المزروعة بشكل كامل عليها، عكس العروة الصيفية والتي قد تستفيد من معدلات موسم الأمطار. سعد الدين حسن، العربية، خزان سنار.